تمكن منتخبنا الوطني من فرض أفضليته وسيطرته مؤكدا جدارته بالتأهل إلى دور نصف النهائي لدور كأس الخليج الخامس والعشرين بعد تصدره المجموعة الثانية إثر تعادله مع نظيره الكويتي واحد مقابل واحد في ختام مباريات الدور الأول يرتفع رصيد منتخبنا إلى سبع نقاط وبعد تحقيق هذا النجاح في مشوار الأحمر يتطلع منتخبنا بعزيمة وأسرار إلى المرحلة الحاسمة بمواجهة المنتخب العماني في نصف النهائي والتي ستقام يوم غد الاثنين على استاد الميناء عند الساعة الثامنة والربع مساء حيث طوى منتخبنا صفحة مباريات الدور الأول يسعى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للتواجد في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين لكرة القدم المقامة حاليا في مدينة البصرة العراقية عندما يقابل نظيره العماني ضمن منافسات الدور نصف النهائي على استاد الميناء الأولمبي عملنا منذ مدة طويلة لأن نكون دائما جاهزين لمواجهة أي فريق هذه المباراة ستكون تحد صعب كما كانت كل المباريات السابقة في البطولة المنتخب العماني قوي ويملك عناصر مميزة في صفوفه ويقدم اداء جيدا على الصعيدين الفني والبدني ولكن نستعد بأفضل صورة ممكنه لمواجهته والمنافسه على بطاقه الصعود للمباراه النهائيه مثل هذه المباريات تقرر نتيجتها التفاصيل الصغيره جدا والاقل اخطاء هو من يكسبها علينا ان نتعلم من مواجهتنا السابقه مع عمان ونقدم كل ما نملك في هذه المباراه من اجل الفوز بها وبعد اجتيازه منافسات الدور الاول بجداره واستحقاق متصدرا للمجموعه الثانيه يعد منتخبنا العده لمواجهه وصيف المجموعه الاولى المنتخب العماني في مباراه لا تقبل القسمه يبحث من خلالها عن الصعود للنهائي الخليجي للمره الثانيه تواليا لمواصله حمله الدفاع عن لقبه متسلحا بجديه وعزيمه لاعبيه ورغبتهم في المضي بعيدا في البطوله. طبعا راح تكون مباراه صعبه واحنا كلاعبين متحمسين لمثل هذه المباريات والاهم طبعا في هذه المباريات هو الفوز والتاهل النهائيه. بشخصيه البطل وذكريات الذهب الخليجي يسعى منتخبنا الوطني لكره القدم لحجز مكانه بالنهائي الكبير لخليجي 25. خطوة أخيرة تفصل منتخبنا الوطني عن التواجد بالمشهد الختامي لخليج 25 تتطلب عبور الأحمر العماني في موقعة استاد الميناء الأولمبي محمد عبد الغفار لتلفزيون البحرين البصرة